البارحة التسجيل الصوتي الذي نشر لجلعاد شريط الجندي الذي ما زال قيد الأسر أدهش الكثير من الإسرائيليين، أني خيال جلاد بين نوام شليت. وبالأخص قسم في الاستعلامات وفي الشباك الإسرائيلي. אני מוסר לכם מתוך הכלא דרישת שלום ואת געגועי לכולכם. אין שם שום סאונד, שום דבר לא זז שם, לא ציפור, לא מכונית, לא שום דבר שזה... חדר בטון. זה או חדר בטון, זה חדר אטום, מה שבטוח. הוא לא נשמע לי חשוף, הוא נשמע לי שיש שם דברים על הקירות קצת, כי ההדהוד שלו הוא מאוד קטן, משהו כמו מרתף או חדר לא גדול. הבת גלעד שליט. مجهود كبير من الشباك الإسرائيلي من أجل الوصول إلى مكان جلعاد شليت عن طريق التسجيل الصوتي، فحص موسع لأوتار الصوت وفحص موسع لمكان من أين أتى الصوت. هذا القسم من الشباك ومن الاستعلامات الإسرائيلي يقوم بفحص في الأيام الأخيرة التسجيل الصوتي وكيف يصل إلى مكان جلعاد شليت، لكن يجب الذكر بأن الشباك الإسرائيلي في الفترة الأخيرة قبيل التسجيل الصوتي قد نشر وقد قال للحكومة الإسرائيلية بأنه لا يوجد لديه أي معلومات وأي فكرة عن مكان تواجد الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت، لذلك هناك الآن لديهم أمل جديد وهو التسجيل الصوتي للوصول إلى ذلك، لكن يجب الذكر بأن هناك حرب متواجدة ما بين الاستعلامات الإسرائيلية والاستخبارات الإسرائيلية، حيث يوجد نقص كبير ما بين نقل المعلومات بينهم، وهذا أدى إلى الضرر إلى الوصول إلى جلعاد شليت. لكن الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة على ما يبدو بعد التسجيل الصوتي سوف تعمل جديا من أجل الوصول إلى الجندي. אני מוסר לכם מתוך הכלא דרישת שלום ואת געגועי לכולכם. הם לא הביאו תמונה, הם הביאו רק קול. וזה מתוך רצון אולי לדעתי לשמר לעתיד את עניין התמונה כעוד מתן אינפורמציה. הם תלמידים טובים מאוד של לוחמה פסיכולוגית של חיזבאללה. لكن شيء واحد أكيد بأن هذا التسجيل الصوتي لجلعاد شليت أعطى أملا بالحياة وبأنه ما زال قيد الحياة، لكن إسرائيل الآن عليه العمل جديا. أربات جلعاد شليت.